بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلاً وسهلاً بكم إخوان الطلاب في اللقاء الخامس الذي نستضيف من خلاله كلية العمارة والتخطيط، وباسمي وباسمكم نرحب بسعادة الدكتور عبد الله الثابت وكيل العماد وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية، فأهلاً وسهلاً بك يا سعادة الدكتور، فتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقدم في البداية شكري وتقديري للجهود التي تقوم بها إدارة عمادة السنة التحضيرية، ونقدر لهم مبادرتهم وحرصهم على إنارة الطلاب في سنتهم التحضيرية على التخصصات الموجودة في الجامعة، وبالتالي كان من الواجب على كلية العمارة والتخطيط أن تحضر إليكم، نقدم لكم معلومات عامة عن الكلية بدءا من خطتها الدراسية ومنهج وآليات الدراسة ومتطلباتها وطبيعة الدراسة في هذه الكلية، بالإضافة إلى شروط القبول وبعض المعلومات الأساسية عن المجالات والفرص اللي تتاح لخريجي الكلية، وأيضا في النهاية وهو الأساس الاستماع إلى الاستفسارات والطرحات التي لديكم، بحيث نحاول قدر الإمكان الإجابة عليها. في البداية، كلية العمارة والتخطيط بدأت في هذه الجامعة على شكل قسم اللي هو قسم العمارة ضمن كلية الهندسة، وبالتالي عمر الكلية إذا أخذ في أساس نشأتها من خلال قسم العمارة سيكمل 50 عاماً في العام المقبل بإذن الله، فيعتبر من أول الأقسام وأقدمها على مستوى المملكة العربية السعودية. في عام 1404 أقرت كلية الهندسة استقلال القسم مع إنشاء قسم آخر جديد يسمى قسم التخطيط العمراني، وبدأ العمل في هذه الكلية أنشئت وبدأت الدراسة فيها بشكلها الحالي بمسمى كلية العمارة والتخطيط عام 1405، وحتى هذا الحين تحتوي الكلية على قسمين، قسم العمارة وعلوم البناء، والقسم الآخر هو قسم التخطيط العمراني. طبعاً الكلية استمرت في منهجها بناء على التنظيمات الإدارية بنفس المنهج اللي تعمل فيه كلية الهندسة، بحكم أن خريجي جميع الكليتين هم يعتبرون مهندسين، وبالتالي التعامل التنظيمي الإداري الحكومي يتعامل معهم على السواسي، يعني خريج الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، وأيضا الهندسة المعمارية وهندسة تخطيط المدن في ديوان الخدمة المدنية تحديدا يتعاملون معهم بنفس المستوى والدرجة، ويصنفون بالنسبة للي يتوظف في القطاع الحكومي على المرتبة السابعة لجميع خريجي الهندسة على اعتبار دراستهم مدتها 5 سنوات. فطبعا أنتم تدرسون هنا سنة واحدة، وفي الكلية تدرسون 4 سنوات. وأيضا بنفس المنهج الموجود في كلية الهندسة توجد 2 سنوات الأولى تعتبر مشتركة، يعني تدخل الطالب اللي يدخل الكلية يدرس 2 سنوات يسمى تخصص عام تخطيط وعمارة، بعد 2 سنوات يتم التخصص إما في العمارة أو التخطيط، ويدرس 2 سنوات أخرى في التخصص، بحيث يأخذ في 2 سنوات الأولى مقررات عامة تؤهل للتخصصات العمرانية. في نقطة أساسية اللي تتميز فيها الدراسة في كلية العمارة والتخطيط أنه منذ دخولك للفصل الأول فهناك مقرر عملي يسمى التصميم. التصميم هذا هو يعتبر الكور، المقرر الأساسي للدراسة، وبالتالي خلال دراستك في الكلية راح تمر على
8 مشاريع، كل فصل مشروع، وبطبيعة الحال لا يمكن الجمع بين مشروعين لأن الدراسة فيه تتفاوت من 8 إلى 10 ساعات، وتأخذ يومين، إما يوم الأحد والأربعاء أو الأثنين والخميس، يكون الجدول عبارة عن مخصص لهذا مقرر التصميم، والدراسة فيه إما من 10 إلى 3 المقررات، اللي 4 اللي 8 ساعات لكنها تحسب ككريدت 4 ساعات فقط، وتدرسونها 8 ساعات. في المشاريع المتقدمة مثل مشروع التخرج ومشروع اللي قبله يكون الدراسة 10 ساعات، يعني يوم الأحد والأربعاء مثلا أو الاثنين والخميس تدرس فقط هذا المشروع من 10 إلى 4، يعني 5 أيام في يوم الأحد، 5 ساعات في يوم الأحد وخمس ساعات في يوم الأربعاء. وبالتالي يأخذ هذا المقرر الثقل الرئيسي سواء في المعدل أو في متطلبات العمل. إذا أحد منكم له زميل أو سبق أن زار الكلية يعرف أن طلاب الكلية يمضون الأوقات الطويلة في العمل على أعمال الرسوم والتصميم، لأنك تقضي الوقت المخصص اللي هو 8 أو 10 ساعات مع أستاذ المقرر لعرض مثلا الفكرة التصميمية، قد تجلس معه في الأسبوع نص ساعة فقط، باقي الوقت تعمل على تنفيذ الأعمال الرسومية، وهذا يأخذ وقت طويل ما بين تطوير الفكرة وما بين تنفيذها وما بين إخراجها إلى أن تكون الرسومات اللي شاف منكم بعض المشاريع المعمارية والعمرانية واللي حاليا في الغالب يستخدم فيها برامج الحاسوب للرسم وللإخراج، تأخذ وقت طويل. لذلك من تقريبا الأسبوع الخامس إلى نهاية الترم، لو أحد منكم مر على كلية عمارة والتخطيط في الفترة المسائية يلقى المواقف مليانة، يلقى اللي يدخل الكلية، طبعا الكلية مفتوحة 24 ساعة لأن في طلاب يجلسون طوال الوقت، خاصة لما يكون عندهم تحكيم مشروع، فيكون لأنك عندك مواد مقررات نظرية أخرى لها متطلباتها وواجباتها، لكن أيضا عندك مقرر الرسم والتصميم، وأحيانا يكون عندك أسبوعيا مشروع، يعني تقدم برزنتيشن عرض، وهذا يتطلب من كثير من الطلاب السهر. وهذا الواقع في جميع الحقيقة كليات العمارة في دول العالم، احنا درسنا برا في جميع الدول، نشوف ان كلية العمارة والتخطيط بالذات تجي في الفترة المسائية تلقى طلابهم شغالين، فتجد ان الكلية كمبنى وكخدمات شغالة 24 ساعة. وبالتالي هنا نقطة مهمة جدا اللي هي مسألة تحمل الضغوط وأخذ في الاعتبار ضرورة التفرغ التام للدراسة، وأهمية الأخذ في الاعتبار جدولة الوقت، أهمية إدارة الوقت للطالب في الكلية مهم جدا، لا شك أنه مهم في جميع الكليات، لكن بالنسبة لنا تزداد أهميته لأنه فيه عبء جسدي وعبء لا شك ذهني، يحتاج الطالب أنه يستعد نفسيا أن يكون محضر نفسه للتفرغ ولتنظيم وقته وأخذ أوقات كافية من الراحة والالتزام بالوقت اللي تطلبه طبيعة هذه الدراسة. فزي ما قلت لكم كل فصل راح يكون في مقرر تصميم أساسي بالإضافة إلى مقررات مساندة تخصصية، وفيه بعض المقررات في الحاسب الآلي على سبيل المثال، في مقررين لتدريس مبادئ الحاسب الآلي بحيث تكون جاهز لتنفيذ أعمال التصميم باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي الحديثة، بالإضافة للعديد من المقررات. على سبيل المثال فيه عدة طبعا مقررات للرسم مثل مهارات الرسم الهندسي، مثل رسم الظل والمنظور تحديدا، والرسم الحر، مهارات الرسم الحر، هذه كلها مقررات تدرس. لأن في بعض الطلاب يسأل، وهذه أسئلة تتكرر، إذا كنت أنا ما عندي مهارات رسم، ما تعودت أني أنا أكون رسام، أو أني أنا ماني مبدع في عملية الرسم، هل لي مستقبل في هذه الكلية؟ الإجابة طبعا ما في إجابة مثل المعادلة نهائية، لكن هي تعتمد على لما توجد المهارة فهذا عامل مساعد ومؤشر
لمناسبة التخصص لك. الشيء الآخر لما يكون عندك القابلية للتعلم وبالذات في الأمور اللي تسمى الفيزيكال، أشياء ملموسة ومحسوسة، بحيث الأشكال اللي تراها أمامك مثلا الآن لو يعني تجول النظر في القاعة هذه وكيفية التفاصيل فيها، هل أنت من النوع اللي يلحظ التفاصيل، يأخذ في الاعتبار الأشكال والفرق ما بين الأشكال لما يمشي في شارع في عمارات طويلة أو عمارات قصيرة أو فسيح؟ هذا الحس بالمكان هذا عنصر رئيسي للدراسة في هذه الكلية، لأنها تعتمد على الشكل المكاني سواء من تصميم المباني أو تصميم أكبر مثل تصميم أحياء سكنية وتصميم مدن. فالقابلية للتعلم هذه عنصر مهم الواحد يمكن يجرب نفسه فيه من خلال يعني يستعرض المعلومات أو الدراسات اللي مرت عليه. لما تمر عليه دراسة جديدة هل لديه القابلية للتعلم؟ اللي يفرق في عملية التعلم عملية الرسم هي مسألة الدقة، ومثل ما قلت لكم الإحساس، لأن العمل في الرسومات الفنية والتنفيذية تتعامل بأجزاء من المليمتر، فلا بد أن تكون عندك الحساسية إذا كنت ترغب أنك تدخل مجال للإحساس بالمسافات الدقيقة جدا. ودائما في أعمال الرسوم، حتى راح نتكلم عن موضوع اختبار القبول، جزء من تقييم الرسمة اللي تنفذها هي نظافة اللوحة. مطلوب أنك تعمل بكل دقة لعمل العمل على جميع التفاصيل وتنفيذ ذلك بالشكل نظيف جدا كمهارة يدوية، لأن المهارة اليدوية لما توجد لك لأنها مرتبطة بالتخيل الذهني لعملية الرسومات وتفاصيل الرسومات، لما توجد عندك تستطيع أنك تطور العمل هذا باستخدام الحاسب الآلي في الرسم. لذلك اللي منكم لديه مهارة الرسم هذا مؤشر، اللي لديه الملاحظة، ملاحظة التفاصيل، الإحساس بالمكان، الدقة والتدقيق في الأعمال هذا مؤشر جيد للطالب أن يأخذ في الاعتبار كلية العمارة والتخطيط كمستقبل له في دراسته الجامعية. الجانب التفصيلي في المنهج الدراسي زي ما قلت لكم سنتين مشتركة عامة، بعد كذا يطلب من الطلاب تحديد رغباتهم إما في تخصص في العمارة أو التخطيط. في فترة من الفترات لما كان فيه اتجاه للطلاب في تخصص مقابل تخصص آخر، فإنه يكون فيه حد أدنى، حيث طلاب الكلية نقول على سبيل المثال على الأقل إحنا عندنا تخصصين فقط، فعلى الأقل أحد التخصصات يتوفر فيه 30% من الطلاب. فإذا كان أعداد الطلاب اللي تتجه لأحد التخصصين أكثر من 70%، فإن تكون الأفضلية طبعا بمقارنة المعدل التراكمي الأولوية لتحقيق هذه الرغبة. أما إذا كانت الرينج لأحد التخصصات ما بين 30% إلى 70%، فالمجال يتاح للطالب لتحقيق رغبته في التخصص إما في العمارة أو التخطيط. الآن ما الفرق بين العمارة والتخطيط؟ إذا أتكلم بشكل عام عن التخصصات العمرانية فهي تتعامل مع المقياس المكاني. تبدأ أولاً وإن كان غير موجود عندنا في الكلية بالتصميم الداخلي، يعني نبدأ داخل الحيز المكاني سواء كان غرفة صغيرة أو قاعة مثل القاعة هذه. هذا مجال قائم بذاته حالياً، وتوجه عام التخصص هذا مطلوب أكثر في أقسام البنات، ويوجد في جامعة الأمير سلطان مثلا في تخصص للتصميم الداخلي فقط للبنات. فبالتالي بعد المستوى هذا يبدأ مستوى العمارة اللي يتعامل مع المبنى، سواء كان مبنى صغير مثل فيلا صغيرة أو مبنى ذو استخدام معين مثلا مسجد، فندق، ويتدرج حتى يكون مثلا استخدامات عامة مثل استاد رياضي، مسرح، متحف، مطار، مباني المراكز المتخصصة مثل مركز أبحاث.
فممكن يكون حجم المبنى اللي يعمل عليه المعماري ضخم جدا لكن يظل مبنى. لما نطلع خارج هذا المبنى نتكلم عن تخصص اسمه تنسيق المواقع، وتخصص أيضا يسمى التصميم العمراني اللي هو يدرس العلاقة ما بين كتل المباني، يعني ما يدخل في تفصيل المبنى مثل ما يقوم المعماري بتفصيل المبنى كامل بدءا من مداخله ومخارجه، توزيع الفراغات، العلاقات ما بين الفراغات والتدرج ما بينها. خارج هذا النطاق يجي التصميم العمراني اللي يدرس ككتل، يعني أرجع أشوف المبنى من الخارج، هذه مبنى كتلة. على سبيل المثال ممكن تأخذوا في الاعتبار المجمع التعليمي اللي هو المباني الكليات الأساسية، في كليات، في عمادات، في إدارة، في مبنى للمطعم، في مبنى للعمادة المكتبات، في مباني أخرى للسكن، وفي مواقف. العلاقة ما بين الكتل هذه اللي يتحرك فيها الناس سواء مشاة أو بالسيارات أو أحيانا بوسائل نقل مختلفة مثل وسائل النقل العام، هنا يجي شغل المصمم العمراني. وفي هالحالة هو ما يحتاج إلى شغل الرسومات التنفيذية الدقيقة اللي يقوم بها المعماري بقدر ما هو يدرس العلاقات ما بين الفراغات، ويدخل أكثر في الجانب الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لأنها مرتبطة بتفاعل الناس بهذه المباني. بعد كذا في مجال التخطيط العمراني. التخطيط العمراني يأخذ لك حيز كبير مثل حي سكني أو مواقع متميزة مثل وسط المدينة أو مركز مالي في عدة استخدامات، وبالتالي في استخدامات متنوعة، في وسائل للوصول لهذا المركز أو هذه المنطقة، وفي وسائل للخروج منه، وأيضا في دراسات اجتماعية واقتصادية لهذا الاستخدام لإنجاحه. مثلا إذا هو حي سكني، كم أحط مساحة الأراضي، كيف أوزع الخدمات مثل المدارس والمساجد والحدائق، كم مساحة الحدائق، أين أضع ملاعب الأطفال، هل الحي هذا راح يسكنه ذوي الدخل منخفض أو متوسط أو مرتفع، كيف أوزع المساحات بحيث أن الحي السكني الواحد يتضمن ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع في آن واحد، وبالتالي نحقق تكامل اجتماعي. وهنا النقطة اللي يكون فيه التوسع في تخصص التخطيط العمراني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. فكل ما اتجهت إلى التصميم العمراني إلى التخطيط العمراني، كل ما توسع مقياس المساحة المكانية اللي تعمل عليها، وأيضا تتسع الأبعاد اللي تأخذها في الاعتبار والدراسات، فيكون عندك دراسات اجتماعية واقتصادية. وأيضا ممكن أن التخصص التخطيط يصل إلى التخطيط الإقليمي، بحيث على سبيل المثال نأخذ دراسة لإقليم منطقة الرياض كاملا، وتكون الدراسة على أساس العلاقة ما بين المدن، ومن ذلك يجي دور المخطط الإقليمي في دراسة مشاكل تركز السكان في المدن الرئيسية والهجرة للسكان من المدن الصغيرة إلى المدن الكبرى، وبالتالي تركز المشاكل العمرانية والمشاكل الحضرية في المدن الكبرى مثل الازدحام، التلوث البيئي، أيضا المشاكل الاجتماعية ومشاكل أمنية بسبب تكدس السكان وتركز العديد من الأنماط الاجتماعية اللي قد يكون أحد تبعاتها وجود الفقر في بعض المناطق، نظرا لأن المناطق الكبيرة تكون مكلفة للعيش فيها. فهذه هي المقياسات اللي في التخصصات العمرانية. في بعض التخصصات موجودة في الكلية على مستوى الدراسات العليا مثل الماجستير، يوجد في الكلية ماجستير في العمارة، وأيضا يوجد ماجستير للتخطيط العمراني، وماجستير للتصميم العمراني، وماجستير للتطوير العقاري. وهذا أحدث البرامج اللي أنشئت في قسم التخطيط العمراني، لأن المخطط يدرس المناطق اللي فيها تطوير، التطوير العمراني والتطوير العقاري مترادفات، لأن مسمى العناصر العمرانية تسمى عقار. قد يكون العقار عبارة عن سكن، عبارة عن فندق، عبارة عن أي استخدام تجاري أو صناعي.
فالتعامل المالي والاقتصادي معها يؤخذ في جانب دراسات التطوير العقاري. وأيضا يوجد برنامج دكتوراه في قسم العمارة، وتعمل الكلية أن يكون برنامج موحد بحيث يمكن لخريجي القسمين الدراسة في هذا البرنامج. بتكلم بس شوية عن الفرص الوظيفية، بعد كذا ممكن نشوف أسئلتكم. كثير من الأسئلة اللي تطرح واللي حرصت أني أذكرها في البداية، ما هي الفرق بين الدراسة في كلية العمارة والتخطيط وكلية الهندسة بعد ما أتخرج؟ الفرق الأساسي هو في مجال التخصص، أما في التعامل الإداري الحكومي هو على السواء، يعني خريج الهندسة والعمارة والتخطيط كلهم مهندسين على نفس المرتبة ونفس الدرجة. على سبيل المثال بعض الخريجين يهدف أو يطمح أن يدخل العسكرية مثلا بعد الكلية، فجميع القطاعات الحكومية هي فقط تقول والله أنا أحتاج معماري ولا أحتاج مهندس كيميائي ولا أحتاج مهندس كهربائي، لكن لما يتوظف تتعامل معه بنفس الشيء من ناحية الميزات الوظيفية والمالية. يبقى مسألة القطاع الخاص، وهنا يجي لما يفكر الواحد في الفرصة الوظيفية، إيش التخصصات اللي أكثر إقبال ورغبة في السوق؟ مجرد النظرة على يعني النهضة العمرانية في المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية تعطي مؤشر لأهمية والحاجة للتخصصات العمرانية، ليس فقط في الإنشاءات، لأن قد تحدث في فترة معينة في فترة توفر اقتصادي للبلد مشاريع عمرانية معينة، لكن حتى المشاريع العمرانية لما تكتمل وتنشأ تحتاج إدارة وتشغيل مستمر. لذلك تقريبا معظم الجهات الحكومية لديها إدارة أو وكالة إذا كانت على مستوى الوزارة للمشاريع. المشاريع هذه تتضمن تخصصات عدة تعنى بالتشغيل والصيانة للمشاريع، وأيضا تصميم ومتابعة تنفيذ المشاريع الجديدة. لذلك خريجي الكلية ممكن يعملون في كافة القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يوجد فيه طلب عالي بدليل بسيط جدا، وهو أن عدد المهندسين غير السعوديين في المملكة العربية السعودية حسب إحصاءات الهيئة السعودية للمهندسين يفوق بكثير عدد السعوديين، وبالتالي هذا يعطي مؤشر للفرص الوظيفية المتاحة. يتبقى فقط على الطالب أنه خلال دراسة الجامعية يتسلح بجميع العلوم والمعارف والمهارات السلوكية والمعرفية ليكون مؤهلاً للخروج للسوق، لما يروح المكتب يستطيع أن يقنعهم قدراته وإمكاناته. لذلك وبالذات في القطاع الخاص تحقق الفرص الحقيقية والفرص ذات المردود المادي العالي، لأنها غالبا تكون عند جهات أكثر جدية ولديها مشاريع أكثر أهمية أو أكثر عددا، تتطلب أن الطالب أو المهندس اللي يخرج لهم من الجامعة يكون مؤهل بمهارات. طبعا التأهيل العلمي هذا مفروغ منه، لما يجيهم واحد يقول أنا مهندس معماري يفترضون أن لديه المعرفة الأساسية في جميع أساسيات العمارة، لكن أيضا يحتاج أنه يكون عنده المهارات السلوكية ومهارات الاتصال، مهارات الإقناع، بحيث أنك تحصل على الوظيفة اللي تؤهلك أنك تضع قدميك في السوق، وهذا قد يكون في المرحلة الأولية. وإلا فإن أنا متأكد أنكم يعني درستوا في بعض مقررات السنة التحضيرية عن تطوير الأعمال، بحيث كل واحد يسعى أنه يطور فرص العمل له بذاته، بحيث يكون هو الموظف ليس فقط اللي يبحث عن الوظيفة. لذلك أنا بس أركز على نقطة أن كثير من الفرص ما بعد التخرج تعتمد على الطالب وتأهيله. لدينا طلاب في الكلية من قبل ما يتخرجون وهم يشتغلون ولديهم طلب عالي، وبعد ما تخرجوا توظف في مراكز وجهات مرموقة وميزات مالية عالية. ليش؟ لأنه استطاع أنه يثبت نفسه. وفي نفس الوقت في بعض الطلاب
وأنا استغربت أنه جاني إيميل من طالب يقول إذا تعرفون لي فرصة وظيفية. في الوقت اللي أنا يجيني طلبات من مكاتب وجهات يجوننا في الكلية يقول نبي عدد كذا مهندسين، وهذا شيء طبيعي. مشاريع عمرانية كثيرة وكبيرة جدا، والدولة قاعدة تفرض على القطاع الخاص أنه يوظف سعوديين، ونتيجته أنه أصبح المكاتب، مكاتب القطاع الخاص في المجالات العمرانية تبحث عنكم لما تكونوا في الكلية. يبقى فقط على الطالب أنه يثبت نفسه ويضع له خطة لتطوير عمله المستقبلي، بدءا من تطوير المهارات خلال دراسته في الجامعة، من خلال الدورات الإضافية اللي تتاح من قبل عمادة شؤون الطلاب، وأيضا أنه يؤهل نفسه من خلال التدريب. وأيضا أنوه أنه من متطلبات التخرج في الكلية إنهاء 60 يوم عمل تدريب. فالطلاب عادة ينفذون هذا التدريب في آخر فصلين صيفيين، وطبعا من شروط التدريب العملي أن يكون الطالب متفرغ، يعني ما يدرس صيفي، يتفرغ لهذا التدريب ويكمل 60 ساعة عمل. في السنوات الأخيرة أصبح لدى الكلية فرص لتدريب الطلاب خارج المملكة العربية السعودية في عدد من المراكز في ألمانيا وفي إيطاليا، وفي السابق أيضا فيه مجموعة ذهبت إلى إيرلندا وفرنسا وتركيا، وفي فترة أيضا سابقة كان في تدريب في ماليزيا، والسنة هذه فيه تطور في الأعداد جهات التدريب، بإذن الله سيكون في تدريب للطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مملكة النرويج في أحد المكاتب المعمارية الشهيرة، وهي مكتب سنوهيتا. استضافت الكلية معرض لهذه الشركة العام الماضي، والمكتب حاليا هو اللي يصمم محطة القطار، أحد محطات قطار الرياض الموجودة في وسط المدينة، بالإضافة إلى تصميمهم لمركز الملك عبد الله للحضارات في الخبر، وهو أيضا المكتب اللي صمم مكتبة الإسكندرية الشهيرة. فهذه المكاتب تتاح حسب ما يتاح كل سنة للطلاب، حسب طبعا تأهيلهم، حسب مفاضلتهم، وحسب مستواهم اللغوي في اللغة الإنجليزية. لذلك كل ما حرص الطالب على المحافظة على معدله التراكمي في دراسته الأكاديمية وعلى مستواه في اللغة الإنجليزية، كل ما أتيحت له فرص للتدريب سواء الداخلي في جهات هامة ومميزة مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مثل الهيئة العليا للسياحة، مثل شركات كبيرة مثل شركة بن لادن وسعودي أوجيه وبعض الشركات الاستشارية. أتمنى أني أعطيت كذا يعني صورة عامة عن الكلية ومتطلبات الدراسة فيها ومستقبلها، ويسعدني تلقي الأسئلة والاستفسارات الواردة منكم. شكرا سعادة الدكتور على هذا العرض. نبدأ في الأسئلة. يقول السائل: لو ما قبلت في كلية العمارة والتخطيط، ما أقرب الكليات للتحويل؟ وما الدرجة المطلوبة للتحويل؟ طيب، شكرا جزيلا. الحقيقة أنا نسيت أن أذكر نقطة مهمة جدا. تعرفون أنه في بعد ما تنهون السنة التحضيرية، طبعا عندكم خيارات جميع الكليات، لكن في 3 كليات لديها اختبارات القبول، سواء مقابلة أو اختبار قياسات مثل التربية البدنية، والثالثة هي كلية العمارة والتخطيط لديها اختبار القبول، وهو اختبار هام جدا. في السنة هذه آلية القبول في الكلية أو التخصيص بعد السنة التحضيرية معاييرها موزعة على النحو التالي: في 30% على الاختبار التحصيلي اللي عملته بعد الثانوية، و20% على اختبار القدرات أيضا اللي نفذته بعد الثانوية، وهذه النتائج حسب ما هو موجود في سجلات عمادة القبول والتسجيل. هذه 50%.
50% الأخرى هي 20% على المعدل التراكمي اللي تحصلت عليه في السنة التحضيرية بعد ما تنهي السنة التحضيرية، 20%، و30% على امتحان القبول الخاص بالكلية. إذن المعايير تتراوح ما بين 20 و30، معيارين الهامين هو اختبار القبول عليه 30%، والآخر درجة اختبار التحصيلي 30% لكل منهما، و20% على اختبار القدرات، و20% للمعدل التراكمي اللي تحصله بنهاية إنهائك للسنة التحضيرية. اختبار القبول طبعا راح يتاح لكم التسجيل فيه عندما يتاح من عماد القبول التسجيل لإدخال الرغبات، واللي منكم يدخل من ضمن رغباته كلية العمارة والتخطيط راح يوجه إلى آلية التسجيل، يعلم في حين من قبل عمادة قبول التسجيل، وبالتالي راح تصلنا أسماء وأرقام الطلاب الراغبين في الدخول أو حضور اختبار الكلية، وهو اختبار هام جدا لأن عليه 30% مثل ما ذكرت. باختصار الاختبار هذا راح يركز على الرسم الهندسي، وعادة راح يكون فيه جزئين. الجزء الأول رسم هندسي باستخدام الأدوات، والجزء الآخر وعليه درجة أعلى هو الرسم الحر باليد، وهذا راح يظهر مهارتك في الرسم، وهو مؤشر بالنسبة لك إذا دخلت هذا الاختبار أنك تعرف والله هل الكلية هذه مناسبة لك أو لا. من خلال النتيجة اللي راح تظهر لك، راح تظهر طبعا نتيجة مركبة وتعلن مثل ما أعلن في العام الماضي بعد إنهائكم لهذا الاختبار وإنهائكم للسنة التحضيرية، تنفذ المعادلة بناء على هذه المعايير، وتكون الأولوية حسب المقاعد اللي تتيحها الكلية بدءا من الأعلى إلى أن تمتلئ المقاعد، وبالتالي ما في أحد يقدر يعرف بناء على مستواك الحالي ما هي فرصتك للدخول الكلية، لأن هذا يعتمد عليكم أنتم والمنافسة ما بينكم. فإذا كان في أحد أظهر مهارة أعلى وحصل درجات أعلى ولديه درجات أعلى في الاختبار التحصيلي، فهذا مؤشر احتمالية حصوله على القبول في الكلية أكبر من غيره، وراح تستمر القبول إلى أن تمتلئ المقاعد المخصصة للكلية. السؤال يقول: ما هي المجالات الوظيفية لخريج العمارة والتخطيط؟ طبعا مثل ما ذكرت، بالنسبة عندك قطاع حكومي وقطاع خاص، بما في ذلك القطاع الخاص اللي هو البزنس الخاص لك، أنت ممكن تفتح مكتب استشاري، مكتب هندسي، وتمارس العمل بالنسبة سواء كنت معماري أو مخطط. لكن في القطاع الحكومي معظم جهات الدولة لديها إما وكالة على مستوى الوزارة أو إدارة، حتى الفروع يعني مو شرط عندك وزارة الصحة مثلا فيها وكالة المشاريع، كل منطقة مناطق المملكة فيها إدارة عامة للشؤون الصحية، داخل الإدارة العامة في إدارة للمشاريع. فلكم تخيلوا جميع الجهات الحكومية جميع فروعها لديها مكاتب أو إدارات للمشاريع تحتاج تخصصات العمارة والتخطيط. القطاعات العسكرية زي ما ذكرنا تحتاج مهندسين من تخصصات مختلفة، فهي تأخذ من تخصصات العمارة والتخطيط مثل ما تأخذ من تخصصات الهندسية والتخصصات الأخرى، لكنها تتعامل من ناحية التصنيف التخصصات الهندسية بدرجات معينة، مستويات وأقدمية معينة، والتخصصات الأخرى لهم تصنيفهم حسب عدد سنوات الدراسة. أما القطاع الخاص فهو زي ما قلنا لكم الآن مليء بالفرص بحكم وجود غير السعوديين، وجميع المكاتب السعودية يفترض الأصل فيها أنها تملأ بالمهندسين الخريجين، وتبقى مسألة الحصول على الوظيفة الفعلية من خلال ما يعمله الطالب ويكونه من بعد ما ينتهي الطالب من دراسة 4 سنين بالإضافة لهذه السنة اللي تدرسونها، يكون له ملف يكون طور عديد من المهارات من خلال الدورات اللي يكتسبها والتدريب اللي يكتسبه خلال دراسته، هذا يتيح فرصته الوظيفية في القطاع الخاص. هل هناك
قسم أفضل من قسم في الكلية؟ طبعا في أي مجال لا يمكن أحد يقول لك هذا أفضل من في شيء أفضل من شيء. أنا ليش حرصت أن أبين لكم المستويات المكانية والأبعاد، المواضيع اللي تأخذونها في الاعتبار أو تدرسونها في حال درستوا سواء في التخطيط أو في العمارة، عشان تعرف أنت رغبتك. لما تجد أنك اتجاهك للأمور التقنية والتكنيكال والرسم، وبالتالي ممكن تفصل في مواد البناء والتركيبات الميكانيكية للمباني وطريقة الإنشاءات، فقد يكون الأنسب لك تخصص العمارة. لما تكون تحب أنك تأخذ النظرة الشمولية، تحب التحليل، تحب أخذ الأبعاد دائما الشمولية، لما تفكر بقضية تفكر مشكلة، تجد أنك لست من النوع اللي يأخذ نقطة معينة ويركز عليها كحل أو كتشخيص المشكلة. لما تكون دائما في تفكيرك في حل المشاكل شامل، تفكر في جميع الأطراف، جميع الأبعاد الممكنة أن يكون لها أثر ودور في هذه المشكلة، فاعرف أنك مؤهل للدراسة في التخطيط العمراني. وهذا المجال لا يزال واعد في المملكة العربية السعودية بحكم أن التنمية ما زالت قائمة بل على أشدها. لكن إذا كنت أنت من هذا النوع اللي يحب أن يأخذ الجوانب اقتصادية، جوانب اجتماعية، بالإضافة إلى عمليات التصميم والرسم بحيث تصمم لك منطقة، تأخذ في الاعتبار مين اللي حيسكنها. لما يسكن مثلا أحد المجمعات اللي تقوم فيها عليها وزارة الإسكان في أحد المدن الصغيرة أو القرى في أي منطقة من مناطق المملكة، تحب أنك تفكر طيب الآن أنا سكنت أو وطنت مجموعة من السكان، فين حيشتغلون؟ كيف طبيعة العلاقات الاجتماعية؟ إيش علاقاتهم بالمجتمعات العمرانية والحضرية الأخرى؟ لما تكون من النوع اللي يستهويه هذا النمط من التفكير، فآمل أنك تأخذ في الاعتبار هذا التخصص لأنه قد يكون تخصص مناسب لك. السؤال يقول: ما هو متوسط معدلات القبول في الكلية وكم عدد الطلاب عدد المقاعد؟ طبعا بالنسبة للمتوسط، الكليات اللي لديها معايير، ونعرف أن يمكن معظم الكليات بس في معايير مشابهة ما بين كلية عمارة والتخطيط وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي بطريقة تصنيف المعايير، أنها تضع عدة معايير، وبالتالي النتيجة تسمى النسبة المركبة. يعني أنت تحصل على رقم نسبة من 100 تسمى النسبة المركبة، هذه غير المعدل التراكمي وغير اختبار القبول اللي ممكن تدخله. النتيجة اللي تابع منكم العام الماضي على سبيل المثال، توقفت نسبة القبول في الكلية على معدل تقريبا 71.6 أو 0.3، لكن النسبة هذه ما تقدر تقارنها مثلا بالنسبة الموجودة في كلية الهندسة أو كلية الحاسب، لأن ما يعتمدون على اختبار قبول مثل الموجود في الكلية هذه، فقد تجد الرقم أعلى، يتكلمون عن 80s تقريبا نسبتهم مركبة، لأنهم يأخذون في الاعتبار درجات معينة لمواد محددة مثل الرياضيات وتوزيع النسبة ما بين التراكمي وما بين هذه النسب المخصصة بالإضافة للقدرات والتحصيلي. فالرقم ما تقدر تعادل الرقم اللي يحصل عليه الطالب اللي يرغب في التسجيل في كلية العمارة والتخطيط مع كلية الهندسة والحاسب لهذا الاعتبار. لكن ممكن أنك تفكر، مجرد أنك تعرف النسبة هذه، كم نسبتك في التحصيلي، خذ منها اعتبرها 30%، كم نسبتك في القدرات، هذه 20%، هذه 50% تقدر تحسبها الآن قبل ما تنهي فصلك الثاني في السنة التحضيرية. يبقى المعدل التراكمي، وهذا قد تستطيع تقديره بنهاية الفصل الثاني كم راح تحصل، وتحوله إلى 20%، ويتبقى العنصر اللي قد يكون مجهول بالنسبة لكم الآن اللي هو اختبار القدرات وعليه 30%. وبالتالي تقدر، والله لو أخذت 50% في اختبار القدرات حق الكلية تقدر تجمع لك بالتقدير كم تحصل على 100. فإذا طلع لك رقم يعني في 70s، لا تعتبر أن الآن أنا فرصتي ضعيفة إذا شفت بعض الكليات عندها أرقام 80، لأنه قد يكون 75. أقول قد
75% كنسبة مركبة قد يحصل على فرصة قبول في الكلية. بالنسبة للمقاعد، وهذه هي النقطة الحرجة، أن الكلية تواجه ضغط شديد في الطلب، وطبيعة الدراسة في الكلية تتطلب الاتصال المباشر ما بين أستاذ المقرر والطالب. في المقررات المشاريع اللي ذكرتها لكم، أنه في كل ترم راح تأخذ مشروع اللي هو دراسته في استوديو رسم، تحتاج الجلوس مع أستاذ المقرر فترة طويلة، وبالتالي ما تستطيع الكلية قبول أعداد كبيرة مثل الكليات اللي تدرس الطلاب في مثل هذا المدرج. ممكن أجمع لي سواء 15 أو 20 أو أصل إلى درجة 60 مثل بعض المقررات العامة، وفي النهاية أنا أعمل اختبار وأصححه إلكترونياً وأجمع الدرجات. هذا الشيء إحنا ما نقدر نسويه في الكلية، لأننا نتعامل مع رسومات. طوال الترم أن تنفذ لوحات رسم بعدة مراحل لتطور الأفكار التصميمية والحلول التصميمية والتنفيذية في دراسات، مثلاً للمبنى هذا فيه أعمال ميكانيكية وكهربائية وإنشائية، بعد ما تنهي من التصميم تشتغل عليه، هذا في مراحل متقدمة طبعاً. فتخيل كل مرحلة المراحل هذه تتطلب أنك تعمل لها برزنتيشن، وبالتالي المقاعد تكون محدودة، وغالبا شعب الاستوديوهات نحاول قدر الإمكان إحنا أنها ما تتجاوز 15، والعدد المثالي يتراوح في بعض المشاريع من 10 إلى 12 طالب لأستاذ المقرر. لهذا السبب فإن القبول يكون محدود لأعداد محدودة جدا. ولعلي أنوه عن نقطة يعني حصلت العام الماضي، حضرت أنا هنا وقابلت المدرج أيضا كان مليان ما شاء الله، وكان في رغبات عديدة من الطلاب، وسجل لرغبات دخول اختبار القبول في الكلية ما يفوق 1200 طالب، وحضر ما يزيد عن 800 طالب في المدرج الرئيسي في بهو الجامعة، لكن في النهاية القبول كان في حدود 100 طالب، أقل من 100 طالب الحقيقة، كان 90. فأحد الطلاب جانا في الكلية قال يعني ليش أنتم جيتوا وعطيتونا نبذة عن الكلية وطمعنا في الدخول في هذا التخصص، في النهاية ما تقدروا تقبلونا. الواقع هو مثل ما ذكرتكم، القبول في مثل الكلية هذه لابد أنه يكون محدود ومحصور لطبيعة التدريس في هذه الكلية، وأرجو أن هذا يؤخذ في الاعتبار فقط لتوقعات مستقبلية. ما أدري أنا أجبت على جميع الأسئلة. هل المهندس المعماري في الهندسة يعامل كمعاملة المهندس المعماري في التخطيط والعمران؟ هو فقط المسمى يختلف. فيه مثلا في ديوان الخدمة المدنية في عنده مسمى مخطط مدن لجميع، وهذا التصنيف ديوان الخدمة المدنية اللي هو المهندسين اللي في الدولة. بعد ما تتخرج تحصل على مسمى مهندس مساعد، سواء كنت في العمارة أو في الهندسة أو في التخطيط. لكن إيش التخصص؟ مهندس مساعد عمارة، مهندس مساعد تخطيط مدن، مهندس مساعد أو مساعد مهندس مدني أو ميكانيكا أو كهرب. فيفرق في التخصص. أما التصنيف اللي بناء عليه تكون الدرجة الوظيفية والميزات المالية اللي هو كلمة مهندس، هذه سواسية للجميع. كم نسبة قبول غير السعوديين في الكلية وكم مقعد لهم وطريقة حساب النسبة الموزونة أو يكتفى من معدل التحضيرية؟ أولا بالنسبة الموزونة زي ما ذكرنا لكم، و طبعا احنا زودنا علامات قبول والتسجيل وقد تجدونه في موقعهم موجود، لكن احتمال تجدون التصنيفات القديمه مش الجديده، لذلك لعلنا نرفعها في موقع الكليه مره اخرى. 30% تحصيلي، 20% القدرات، و 20% لمعدل التراكمي للسنه التحضيريه كاملا بعد انهائك للسنه التحضيريه، و 30% لاختبار القدرات. بالنسبه لغير السعوديين فهناك تنظيم عام للجامعة، لا يوجد يعني تفصيل، على الأقل بالنسبة لنا شيء خاص. التنظيم بالنسبة لنا هو ما تقوم به الجامعة، وأعتقد أن النسبة 7% للطلاب المسجلين. ها
هل جميع تخصصات العمارة والتخطيط يوجد بها رسم؟ من ناحية الرسم نعم، وزي ما قلت لكم المشاريع اللي تعملونها كل فصل فيها رسم، وطريقة توزيع الدرجات في هذه المقررات هو 70-30، 70% للأعمال الفصلية، 30% للبرزنتيشن النهائي في جميع مقررات التصميم في كلا القسمين. بدل الاختبار النهائي في هذه المقررات يكون فيه الأسبوع ما قبل الإعداد العام مخصص للبرزنتيشنز، هذا يمثل الاختبار النهائي لمقررات الاستوديو سواء للعمارة أو للتخطيط. فجميع طلاب القسمين يعملون لوحات وأعمال رسومية ويتم تحكيمها، وتأخذ 30% ترصد كدرجة للاختبار النهائي. السؤال يقول هل يوجد اختبار تجريبي مماثل لاختبار القبول للكلية؟ لا يوجد، لأن هذا اختبار خاص، ما هو مثل الاختبارات اللي تسمى ستاندرد مثل اللي تقوم بها القدرات أو الجهة المعنية بتنفيذ اختبار القدرات والتحصيلي. لكن اللي حاب يأخذ فكرة زي ما قلت لكم، هو في جزء للرسم الهندسي، جزء الرسم الهندسي يتطلب فهمك للشكل، راح يجيك شكل هندسي معين يطلب منك إكمال الرسمة من خلال فهمك للشكل. ففي شكل راح يرسم يمسح منه بعض الأجزاء، يطلب منك إكمال الرسمة بشكل تناظري، يعني فيه رسمة معينة بناء على الرسمة هذه أن تعرف أو تستوحي منها استكمال الرسمة كيف يكون، هذا جزء حيث أنك ترسم الرسم الصحيح. الجزء الآخر أنك تستخدم الأدوات بالشكل الصحيح، راح تستخدم الفرجار والمسطرة، وقد تستخدم يعني المثلث، يعني علبة الهندسة البسيطة هي اللي متطلب. ومن الآن اللي يرغب في حضور اختبار القدرات نؤكد على إحضار علبة الأدوات الهندسية. وجزء آخر أيضا في تقييم الرسمة الهندسية هو نظافة العمل. في فرق أنك لما ترسم القوس أو الخط بسمك عالي ولا سمك دقيق، تستخدم قلم نظيف في درجات الرصاص، له درجات تصنف من الـ H إلى الـ HB إلى الـ B وفي درجات، وطريقة الرسمة لما في فرق أن الرسمة تكون نظيفة ولا تكون يعني متسخة، سواء بوجود يدك على اللوحة أو بتحريكك للأدوات الهندسية واستخدامك للممسحة، هذا يؤثر على جودة الرسمة اللي تخرج. الجانب الآخر، الرسمة هي عملية الرسم الحر، وبالتالي اللي حاب أنه يتدرب يجرب نفسه تقف أمام مبنى سواء داخلي أو خارجي، تخيل أنك ترسمه، وخذ في الاعتبار أنك ترسم خطوط مستقيمة وخطوط مائلة. على سبيل المثال عندك شارع ماخذ كيرف، فيه شجرة، رسم غير محدد المعالم، وفيه خطوط للمبنى أحيانا تكون متعامدة أحيانا أفقية أحيانا زاوية، كيف ترسمها؟ هنا يجي ممكنك تجرب نفسك وتشوف مهارتك في الرسم وفي نظافة عملك، وتستطيع أنك يعني الهدف الأساسي أنك أنت في البداية أنك تعرف هل أنا يعني مناسب أن أدخل هذا التخصص أم لا. هل يوجد درجة الماجستير والدكتوراه في جامعة الملك سعود إلى أي من التخصصين؟ حاليا بالنسبة للبكالوريوس طلاب العمارة أكثر من طلاب قسم التخطيط. بالنسبة للماجستير طلاب التخطيط أكبر أكثر من طلاب العمارة، فهي التوزيع جاي بهذا الشكل. يوجد برنامج ماجستير في قسم العمارة، يوجد 3 برامج ماجستير في قسم التخطيط، ويوجد برنامج الدكتوراه في قسم العمارة سوف يتحول إلى برنامج موحد، يعني اللي يدخل أي من القسمين يستطيع مواصلة الدراسة حتى الدكتوراه في الكلية. ما هو الفرق بين تخصص العمارة والتخطيط وعلوم البناء؟ طيب لعلنا ذكرنا النقطة هذه، المسمى عمارة وعلوم بناء زي ما قلنا المقياس يعتمد على رسم المباني سواء كانت مساكن أو فنادق أو متاحف أو ملاعب رياضية أو مستشفيات. التصميم العمراني على سبيل المثال
في أحد المشاريع تأخذ لها منطقة. شفت المسجد الجامع الكبير في الجامعة اللي راح منكم للبهو، ما بين البهو ما بين المسجد الجامع ما بين السكن الطلابي وما بين عماد القبول والتسجيل، هناك في فراغ وفي مباني. عمل التصميم لهذه المنطقة كاملة هذه أحد الأعمال اللي يقوم بها المصمم العمراني اللي هو طالب قسم التخطيط العمراني. وأيضا ممكن أن المصمم العمراني يقوم، وهذه يعني لعلها جديرة بالتنويه، على سبيل المثال أحد المشاريع اللي قام بها طلاب قسم التخطيط العمراني الفصل الماضي اللي انتهى قبل شهر هو تعاون مع وزارة الإسكان وإحدى الشركات المكاتب الاستشارية الكبيرة متعاقدة مع وزارة الإسكان لعمل تخطيط لمشروع إسكان في منطقة الباحة. تم دعم المشروع هذا والمكتب الاستشاري تبنى الطلاب وأخذهم إلى الباحة ودرسوا الموقع وأعدوا في نهاية التصاميم قدمت لهذا المكتب. وهذا يعطيكم بس مؤشر على ارتباط، زي ما قلت لكم أن مجال التخطيط واعد لأن البلد ما زال في نمو مستمر. لما تلاحظون المشاريع تتبناها الدولة في مشاريع الإسكان هذا تعطيكم مؤشر أنه على مدار سنوات عديدة قادمة مشاريع التخطيط العمراني لها حاجة كبيرة، بالإضافة للحاجة المستمرة طبعا للتخصصات المعمارية. يقول: اختبار القبول يكون قبل الاختبارات النهائية أم بعد نتائج المعدلات التراكمية؟ وإن كان قبل الاختبارات النهائية يعني أن جميع طلاب المسار العلمي يختبرون الاختبار حتى لو كان ليس لديهم رغبة في الكلية. طبعا من المهم أن الطالب اللي يفكر ما زال يعني مثلا يخير نفسه بين عدة مجالات، لكن إذا كانت الكلية كلية العمارة والتخطيط أحد المجالات اللي ترى نفسك قد تتجه لها، سواء ما بعد تتخذ قرار أو تبحث عن فرصة مثلا في كلية أخرى إذا ما أتيحت لك ترغب بكلية العمارة، فمهم جدا دخولك لاختبار القدرات، لأن بدون الاختبار هذا راح تكون درجتك منخفضة جدا. وأقدر أقول لك من الآن أنك راح تفقد فرصتك، لأن إذا كان 30% والطلاب يعني خلينا نقول أقل واحد يعني أخذ 5 مثلا من 30، فمقارنة بالواحد اللي أخذ 0 من 30%، 5 درجات من 100 هذه تفرق كثير. لأن في ناس كانوا يتكلمون عن أجزاء من 100 مقارنة بالزملاء زملائهم الآخرين لما توقفت النسبة الموزونة أو النسبة المركبة، فما بالك لما ينقص عليك 5 أو حتى 10 درجات من 100. وبالتالي أي واحد يفكر في الدخول للكلية عليه أن يدخل اختبار القدرات اللي راح يكون بإذن الله قبل، راح يكون بعد أن تنهوا اختباركم الفصلي وقبل الاختبارات النهائية. يعني راح ينفذ الاختبار هذا وترصد درجته ويتم انتظار إنهائكم للسنة التحضيرية لاستكمال المعايير وإجراء نسب المقارنة. هل الكلية تعتمد على مواد الرياضيات؟ طبعا يوجد في الكلية مقرر واحد للرياضيات اللي هو 104 ريض، ومقرر واحد للفيزياء اللي هو 105 فيز، لكن في مقررات أخرى حسابية خاصة بالعمارة تسمى استاتيكا اللي هي عمليات حسابية خاصة بالإنشاءات، وهي تعتمد على دراستك لمادة الرياضيات والفيزياء. يعني المقررات هذه في مقررات فنية تخصصية في المجالات العمرانية تعتمد على هذه الأساسيات في الرياضيات والفيزياء. ومن المهم أن الطالب يكون يعني خلينا نقول ماشي حاله في الرياضيات، يعني ما تكون الرياضيات بالنسبة لمشكلة كبيرة عشان ما تكون عقبة مو فقط في المقرر الموجود بل أيضا في المقررات اللي راح تعتمد عليها. احنا انتهينا يا دكتور بخصوص الأسئلة، أسئلة كثيرة ولكن الوقت داهمنا. أول شيء نشكر لكم حضوركم ونشكر سعادة الدكتور عبد الله على حضوره.
ونذكركم أن جميع اللقاءات هي موجودة بمشيئة الله، من يوم الأحد القادم سوف تجدونها في موقع السنة التحضيرية، اكتب يوتيوب السنة التحضيرية سوف تجد جميع اللقاءات. ونذكركم بالمواعيد الأخرى، جدولها عند الباب. في الختام صلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ونشكر لكم حضوركم.